أمير ونرجس، السؤال يقول: ما هو اللون الذي نتحصل عليه عندما نخلط اللون الأصفر والأزرق؟ كي نخلطوا الأصفر والأزرق عندنا هكذا أمير، صح؟ كي ندوروا الأزرق والأصفر، كي نلونوا الأزرق والأصفر، واش يجينا لون؟ أزرق والأصفر، ما نغشوش. أزرق وأصفر، واش يجينا اللون؟ كي نمزجوا اللون الأزرق والأصفر، ما نغشوش، ما وراء الكاميرا ما نغشوش، ممنوع الغش. ما هو اللون اللي جينا من اللون الأزرق والأصفر؟ يلا، خطأ، لازم نرفدوا الكرة باش نهضروا. يلا، أنا درت لكم أنانديس، راني لمحت لكم شوية. هيا خموا أكثر برك تصيبوها. على بالك باش تلمح، باش ما تعبكش هو الجواب، ما نقولوا لهمش. يلا يلا يا أطفال، هيا هيا نبدلوا السؤال. الإجابة تاع السؤال هي اللون الأخضر. التلميح هو كان أني حطيت لكم كرة خضراء. سؤال آخر يقول، معليش ويسي وري لهم انديريكتومون، فيد لهم كرة خضراء بدي لهم هكذا، معليش. إذا السؤال الآخر يقول: ما هو أكبر محيط في العالم؟ أكبر محيط في العالم، هيا أكبر محيط. يلا الفكرة اللي في راسك جاوبيها، معليش، يا ترفدوا الكرة وتجاوبوا. هيا هيا يا نرجس، ركزي أكثر. هيا يا نرجس، هيا يا أمير، معليش حاولي، ارفدي الكرة وحاولي، ارفدي الكرة وحاولي، ما كي خسرة والو. ارفدي الكرة، ارفدي الكرة. المحيط الهادي والإجابة صحيحة لنرجس. تصفيقة حارة على نرجس، صفقوا على نرجس، برافو. إذا الآن علي مع ريماس، أنس، نعم أنس، أنس وريماس، عفوا. إذا السؤال يقول أنس وريماس واجدين: ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الثلاثاء؟ الأربعاء. لازم نفدو الكرة. الأربعاء. ما هو؟ الأربعاء. إجابة صحيحة لريماس، تصفيقة حارة على ريماس، تصفيقة حارة. الآن عندنا علي، علي وأنيا، علي وأنيا، والسؤال يقول: ما هو الكوكب، ما هو الكوكب الأقرب لكوكب الشمس؟ زهرة. لازم نرفدوا الكرة، خطأ، مش الزهرة، خطأ، نعيد. يلا نبدلكم السؤال، نبدل السؤال. لا. السؤال يقول، السؤال يقول: ما هو الطائر، ما هو الطائر الذي لا يستطيع الطيران؟ هو زاوش بصح ما يطيرش، طائر لا يطير. يلا نعامة. ما على باليش نرفدوا الكرة باش نهضروا. نعامة. والإجابة صحيحة لعلي، تصفيقة حارة على علي. إذا أعزائي الأطفال، كما شفنا الحقنا لنهاية التحديات، نتلاقاو في الفقرة المقبلة اللي هي فقرة توزيع الجوائز والإعلان عن الفائز. يلا بنا.